عسلامة. عسلامة أختي. لاباس مدام؟ لاباس عايشك. عايشك. نتعرفوا عليك؟ نتعرفوا عليك. أنا من أولى أنا تونسية. من أي مكان كون أنا تونسية. مواطنة تونسية بتونس، نسكن في تونس. مرحبا بك مدام. كل أني نسكن في تونس في معناها في الأرياف ولا في الولايات ولا في تونس الداخلية ولا الخارجية، المهم كيفاه تربي صغيرك. صحيح. احنا نحكيو تو على الصغير كيفاه يتربى. صحيح. وأنت اليوم باش تعطينا معناها كيفاش بالضبط طلع صغيرك متربي. طريقة معناها هذه اللي انت استعملتها في تربيتك الصغار. بطبيعة الحال انا عندي زوز بنيات، عندي زوز صغار، انا نخزر فيهم وفي ربي. انا كي نقفل بناتي ونربيهم ونخزر بنتي كيفاه تخرج وكيفاه تقعد وكيفاه تتكلم وكيفاه تحكي وكيفاه ونعس عليها، مش نخليها ونخرج نمشي نخدم ما نعرفش على بنتي الصباح وين تمشي ولا العشيه وين تمشي، نولي انا مانيش متربيه. ما دامني انا واثقه من بنتي شنو تعمل وشنو ما تعملش، انا ما يهمنيش في كلام الناس و و و و و و و هذيك ما تكونليش جمله. انا نحب واو الف وباء وتاء وثاء وجيم وحاء وخاء باش يكونوا لي ستاندار تاع كلا هكا ولا لا. بنتي انا كي تخرج لي لابسه توب وعريانه وهكا، وانا امها ولا تخرج لي لبسه بحر عشط البحر كي نشوفها هكاكا، مش بنتي، ربي يعفو على بنتي. انا ما خليهاش تخرج هكاكا. انا كي نشوف وحده تخرج هكاكا نبكي ونروح لبنتي نرعش. انا بنتي راه كيفاه بنتك اللي باش تكون منها نبغه من نبائغ تونس، من بنات تونس. احنا توانسه راهو لازمنا نستحفظوا على صغارنا، لازمنا نخزروا بناتنا كيفاه خارجين وباش خارجين. تلبسليش شليقه من الفريب فبها ونعمه ولك الحمد والشكر باش ما يخزر لهاش هذاك ويتمنك عليها ويتبولك عليها. تلبس لي توب هاي الاولاد الكل سرحت وراها اللي مسطلش باش يعمل فيها قطعات روف تروف تروف ويعطاها للكلاب يستعملوا فيها شي يحبوا هما ويعطاها للكلاب. بعد يقولوا هاو الشباب شوي من الله وشوي من عبد الله. راه كان شديت انت بنتك وقفت عليها وربيتها، والراجل يقوم بواجبه كيف ما يحب كما ينبغي ويقفل صغاره، ما يصيرش هذه التوهنات والتكهنات الكل، والانسان يرقد بلا مخده يزيد يضبع في مخه. احنا مضبعين من الله ونزيدوا نضبعوا من عبد الله، لا برش علينا. يلزمك بنتك وولدك تربيه، البو يقفل الولد يعرف كيفاه يحكي معاه، والام تقفل البنيه تعرف كيفاه تعمل معاه، تربيها تعلمها كيفاه تلبس، تعلمها اش قال ربي والنبي. انا بنتي كي تخرج في الليل حتى نص الليل نعرف بنتي، حتى في رمضان حتى في المناسبات وين تمشي. نمشي للجامع نلقاها لابسه جلباب وخمار قاعده تصلي، الحمد لله والنعمه بالله. المهم ان بنتي تو عمرها 18 سنه ما عندهاش لا صاحبه لا صاحب، حتى كان حبت وما حبت هذيك امور ما يسالش بينها وبين احاسيسها. انا نحكي معاها ونفهمها ونعرفها. المهم انها وانت عايش اختي تخلي لي بنتك يا في روضه يا في يضربوا فيها في ما نعرفش شنو اللي يقروا فيها مدرسه قرانيه، هما يضربوا فيها بالكف كي يجي نعار تقولوا لي انت وانت ربي بنات. انا بناتي متربين يقراوا في سوره الرحمن وسوره الملك وسوره التبارك وسوره الحمد لله يا رب العالمين، وانت ولدك ياكل في الكف من الصباح والعشاء على 40 دينار تستخدمي بهم تروح تعطيهم الروضه. شدي ولادك وشد ولادي وشد ولادنا بالشعب التونسي كل ينظاف ويعيشكم ويرحم والديكم يعيش. انت ضد انهم صغارك يتربيوا في الكارد؟ ليه انا ضد باش تربى في الكارد؟ انا ما قرانيش برقيبه ما قرانيش زين الحمد لله يا رب العالمين، قرينا كل شيء. شبيني ما نقريش الفرنسي نكسر الفرنسي ونقري. باعتبار انه المراه اليوم خرجت تخدم والراجل بطبيعته يخدم، الصغار يتربوا في الجارد، ما نعرفش انت مع او ضد. انا ضد يا اختي. راجلك يخدم وموفر لك الشهريه ويخلصك في الماء والضوء وانت ساكنه في دارك، علاش خلي في صغارك يخرجوا ومن بعد 14 سنه تجي تجري ورا ولدك وهو يسطلوا ويتكيف 1000% و10000% الا اولاد اللي عمرهم 14 سنه و15 16 فما فوق اللي خمم في الزطله والدخان واللي خمم في الحرق هذه حتىها باس. والطفله من 13 سنه وهي تقد في شعرها وتصبغ وتقد وها ما نعرفش وما نعرفش حتى تمشي لك من هنا للدار كما تقرق باش بنتك بعينك وتهزي وتمشي تطلي وتجيبي راي زيد باش تخرج لك وتكسر
تكسر للبحر وتكسر، لكن مشات مع ولد وهو مسطرش في الشجره. بعد جيني انا وتقول لي هاو هاو بنتي هاو بنتي هاو الشعب مسخ وهاو الشعب، وانت وينك وينك؟ طيبي لولادك الماكله واغسلي لولادك وربي ولادك في الدار والراجل يجيب، واحنا احنا تونس فقيره فقيره عايشين هكاكا في الفقر. اما خير الفقر ولا البوليتيك؟ حاشاك، هاو الفقر خير من البوليتيك والخمج اللي في البلاد. ولا تمشي كيما اللي عجوفان في التيك توك، لبست لي توب ولبست لي ما نعرفش شنو وما نعرفش شنو، وانا نحب نلبس هكاك تلبس على البحر ما نعرفش شنو، انا طلع الطليانيه ولا المانيه، خلي بنتي تلبس سكيني نضربها بزوز كفوف ونغطس لها راسها في الماء باش تعرف البحر اش معناها. ما تحب تبحبح بالبحر، ها وين البحر خلت غطس في راسها. فما لباس نتاع بحر محترم محترم. احنا من صغرنا احنا رانا ماناش لا عرب ولا حتى احنا بربر، واحنا عندنا قواعد وشخصيات وكل شيء في تونس. تلبس شورة تجين وماريون نصيد، تحب تغطس تحت الماء تلعب بروحك كيف ما تحب، وكي تخرج قدام خالها وصاحب خوها وصاحب عمها وصاحب خالتها وخالتها وعمها وجارة تلبس الكاب على ظهرها، مش تخرج لي في بيكيني. انا جايه من هولندا ولا جايه من تركيا؟ والله بالحق كل شيء احنا مسلمين معك. نحن مسلمين عرفت 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 عرفت، اكل المسلسلات زيت التركية واكل المسلسلات ما نعرفش واكل المسلسلات ما نعرفش باش تولي لي كي شو اسمها سمي لي معايا هذيك سيلين وسيلين، وتلبس لي في شورت توري لي ففقاده خي اش ثم وش وقع وش حدث؟ عمرك ما تولي كيف وانت راكي تونسيه وعربيه، لكن هما يدخلوا في الفلوس. دخلتيش بهم فلوس هكي، دخلتي بهم زوز كفوف ولم البوت عاركم شو. حتى لو كان باش تدخل بهم فلوس ما يجيش هكاك ما يجيش. احنا في اصلنا ما لعبناهاش اللعبه ذيك وما ننجحوش فيها. نجح فيها الشرق قبل في التمثيل وتمثيل محترم، وبعد طاح على خاطر طلعت تركيا وطلعت مسلسلات المكسيكيه وطلعت المسلسلات هذوك ملي هلكولينا بلادنا هلكونا بناتنا. حتى المونتاليتي نتاع الام والاب، الام تحب تعمل تنزل على البوطون يطلع على بلاتون تاع مقرونه سوتي، تنزل على البوطون يطلع على سلطه مشويه، تنزل على البوطون يطلع على اندراشي، والبو ينزل على البوطون تجيب له المراه الفلوس، ينزل على البوطون تخلص المراه، والمراه ديما تخمم باش تردي البو وما تخممش صغارها. بار التونسي الكل خلت وجدت بالصغار. مدام نخلي لك الكلمه الاخيره باش تنصح الاولياء في تربيتهم لصغارهم. ننصحكم يا وخيال يا وخيال، الصغير كان ولد كان ولد شدوه احتفظوا بيه، مش يقول لك نشري فيسبا كيما صاحبي تمشي تشري له فيسبا خليه يدخل في نقل ريفي يتهد، ولا نحب على 10,000 كل يوم مصروفي خليه يمشي يشري كارو زطله ب 5,000. حتى الاحياء احنا نحكيو احنا تونسنا الكل هي احياء شعبيه، والاحياء الشعبيه ننظر فيهم تحت الحيوط يفرقوا كان خدمتهم، حتى ما يخدمش يجرب مره ب 5,000 زوز كوارو ويبيعهم ويشري واحد ليه هو. هكا هاو مشات فيه في الحشيشه. والبنيه هاوني عملت فيديو، هاوني عملت فيلم، هاوني عملت ندراشنيه وتقتصك الدولاب هذاك وتمرض بيت واللي ما مريض نهزها للراسي ولا نضربها بكف ولا نخلي الدار ونهش ولا وش نعمل. هاي قولوا لي انا وش نعمل؟ ترى ننصحكم، هاي شافت صاحبتها، هاي شافت صاحبها، هاي بنت جارتنا، هاي بنت صاحبي، هاو بنت ما نعرفش شكون، معناها الكل تبعنا بعضنا. هي الكل شنيه سلقه لازقه في بعضها، سلسله راه لازقه في بعضها.